اب وام النهارده ما بيقعدوا علشان يختاروا مدرسه لاولادهم بيبقى كل تفكيرهم منصب ان هم يجملوا لهم احسن حاجه. صح. فهو الموضوع مش زي ما الناس متخيله، مش رفاهيه. لا مش رفاهيه طبعا. لا يعني هو لو رفاهيه احنا كنا نعمل حاجه ثانيه، يعني اكيد اي واحد فينا يحب يستثمر في حاجه ثانيه، خروجات فسح بتاع. بس والمفروض التعليم يتواجد لان هو اساس، يعني هو حتى كبلد عشان تتقدم ولا يحصل اي حاجه لازم طبيعي يكون في. واحنا عندنا ثروه بشريه ما شاء الله، يعني ما عندناش غيرها تاني. طبعا. والتعليم مش موجود. هو ده اللي برضه من الحاجات اللي ضعيفه جدا في البلد. مش عايز اقول، مش عايز اعمم، بس لان في ناس اكيد شغاله كويس، بس الاغلبيه اللي احنا بنسمع عنها مش موجود. وهو ده اللي خلى ناس زي حالاتي ان هو يضطر ان هو طب يودي ولاده مدارس اجنبيه عشان خاطر فيها تعليم كواليتي اعلى، لعل وعسى انها تفرق مع ولادنا في المستقبل يعني. طب النهارده المشكله بالظبط فين؟ احكي لي شويه عن المشكله بدات ازاي. بصي، هي المشكله بدات في، مش عارفه يعني، انا مش عارفه ابداها منين قوي، بس هي 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 في فجوه في من وجهه نظري، ما كنت بحاول اشرح لك، ما بين العرض والطلب. يعني انا راجل شخصيا بتاع تسويق وماركتنج، فانا عارف الموضوع. لما بتكلم على حتى اي منتج في السوق لو ملوش منافس خلاص الاسعار بتفضل مكمله على حسب الواحد. في احتكار يعني، في احتكار. فهو المدارس الاجنبيه النهارده بتلعب على الحته بتاعه الوتر الحساس، ان احنا كاهالي بنعمل اللي نقدر. مزنوقين، محبوبين. مزنوقين. انا هقول لك بحاجه بصراحه، احنا انا بمثل ناس كتير جدا في نفس المركب اللي انا فيها. احنا دلوقتي بالمصاريف اللي احنا بنتكلم عليها دي، انت احنا لسه بنقول يا هادي، احنا لا صلحنا حاجه بايظه في البيت ولا لبسنا العيال ولا حبينا ناكل ولا نشرب، وكل حاجه بتغلى يعني. هو فانا مقدر انه يعني التعليم ممكن يغلى، لان هو في الاخر برضو الموضوع بيزنس. لا الموضوع بيزنس. الموضوع من وجهه نظري المدارس الاجنبيه ده بقى بيزنس اكتر ما هو تعليم. اكيد في رساله وبتاع، بس الحاجات دي كلها يعني الكلام الحب ده كله، بس هي في الاخر الفلوس بكام؟ ايه العرض وطلب. فهو لو لقى حد سواء كان مدرسه تانية خاصه او ان كان حتى حاجه حكومه، هتلاقي الدنيا هتختلف كتير. هو نفسه هيظبط نفسه. وانتوا حاولتوا انكم تتواصلوا مع اداره المدرسه في هي المشكله جت من 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 فرق العمله، مظبوط؟ بصي فرق العمره، بصي هو فرق العمره ديفينتلي جزء كبير جدا من الموضوع. بس من ده اثر على كافه القطاعات في البلد. هي على فكره مشكله مش في مدرستي انا بس. يعني انا مش مدرسه ولادي يعني. هي المشكله انه انت لو بصيتي شويه هتلاقي الموضوع فرط. هو فجاه كل المدارس راحت مغليه الاسعار بدون اي سابق انذار لحاجه معينه، فجاه في يوم وليله. ايه اللي بيلعب على حته التعويم طبعا انه اترفع، واللي بيلعب بيصطاد في الماء العكره زي ما بيقولوا يعني. بس صححي لو انا غلط، يعني لو انت النهارده مدرسه بتشتغل في مصر والمدرسين عندك معظمهم مصريين، ما عندكش خامات مثلا بتستوردها من الخارج، ما عندكش، ايه مشكلتك مع انك انت يبقى السعر بتاعك مناسب للبيئه اللي انت بتشتغل فيها؟ ايه علاقه ده يعني بانك انت ترفع بالدولار؟ يعني انتوا ما كلمتوا مع المدرسه، ما كلمتوش معايا من وجهه النظر دي. انا كنت من الناس اللي قعدنا مع صاحب المدرسه شخصيا، راجل محترم جدا جدا، وهي المدرسه بتاعت الولاد طبعا مدرسه كويسه جدا بلا شك، ما كناش حطينا اولادنا فيها يعني. بس هو الموضوع تضارب بسبب سوء الاحوال الاقتصاديه، فكان هو انا توقعت من اداره المدرسه ان هم يطلعوا يتراعي ومش تراعي. هو لازم يكسب برضه، ما هي بيزنس، ما احنا انا بقدر، بس لازم يبقى هو توقعت من نوع الاداره ان هو يفكر في يعني حلول يقدر ان هو يطلع بيها بره عنق الزجاجه ده حتى لو لفتره. يعني لو انت النهارده عندك مثلا 40% مدرسين اجانب، خليهم 20%، يعني قلل. على فكره في مصريين، احنا يعني في مصريين في بيدرسوا الولاد في المدرسه احسن من الاجانب وبكتير. طبعا يعني ده حقيقي. طب انت النهارده ممكن تنمي دي، ابدا اعمل لهم تدريبات، هات مصريين جداد، اعمل لهم ريكروتنج، يعني ابدا ده يعني افكر خارج الصندوق يعني بالظبط، بحيث انه يقدر يقلل شويه عشان اولا اكسب زي ما انت عايز، بس في نفس الوقت برضو تراعي، لان احنا ما فيش حد مرتباته بتزيد الاضعاف دي يا جماعه، ما احنا عايشين في البلد وشايفين بالظبط. احنا هناخد بس تليفون.